والله حاسة من وقت ما ماتت موني حياتنا انتهت. أصلاً كل يلي صار بسببك. إيه برافو مسكان، تركي كل المشاكل على جنب وحطي الحق على أمك هلا. لك تذكري كيف كنتي عايشة معهم وبدك تخلصي منهم. إيه صح، بس أنا ما كان لازم أسمع نصايحك أبداً. قصدك أنا الحق علي يعني؟ أنا؟ ماشي، ما بقى رح تشوفيني. ماشي، رح شوف كيف بدك تدبري أمورك مع زوجك. أنا خلص رايحة من هون هلأ. أنا رايحة، روحي جيبيلي الشال. أمي،